السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا قصة صغيرة بمعاني كبيرة. البطل ديالها هو الأصمعي، وهذا الأصمعي عالم كبير متمكن في اللغة العربية معروف، وفي الشعر كان عنده ذاكرة قوية. هو اللي معروف بداك القصيدة ديال صوت صفير البلبل، قصيدة زوينة. الأصمعي هذا واحد النهار كان غادي شاف واحد المرأة هزة واحد الطبق ديال الرمان فوق الراس ديالها، وجا واحد الراجل سرق لها هذاك الرمانة. شافوا الأصمعي تبعوه يشوفوا شنو غادي يدير. تبعوا حتى شافوا كيعطي داك الرمانة لواحد الفقير، وتعجب كيفاش هذا سرقها وما كلاهاش وعطاها لواحد الفقير. مشى عنده سولو، قال له انا شفتك سرقتي وما كليتيهاش ولكن عطيتيها لداك الفقير. جاوبو هذاك اللي سرق، قال له انا كندير تجارة مع الله. الأصمعي قال لي كيفاش؟ جاوبو قال لي انا سرقت كتحسب عليا بسيئة، ولكن تصدقت بها كتحسب عليا بعشر حسنات. الحسنة كتحسب بعشرة، اذا انا عندي عند الله تسعود بما انا كتنقص سيئة، اذا هذه تجارة مع الله وانا رابح. ثم جاوبو الأصمعي قال له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال له هذه الخدمة اللي درتي بحال عندك واحد ثوب نجس وغسلتيه بالبول. للأسف هادشي اللي ولينا نعيشو في وقتنا الحاضر حالي، الناس كتفتي وتحكم وتقرر بالباطل، كيحللوا اللي بغاو ويحرموا اللي بغاو بدون علم بدون شي حاجة، ويتجادلوا معك بالباطل باش يبينوا بأنهم هم على حق بأي طريقة. وغالبا كيوهم راسو بأنه هو على صواب.